قصة حياتي ضامنها في ايدك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايدك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. هل تفضل العلاقة الحميمة بين جيرانك أم تفضل الخصوصية والانغلاق؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء كل مرة تتواصلوا معنا بكل الطرق. تقدر تتواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة فان بيج حياتك في قصة Your Life in a Story أو جروب حياتك في قصة. كمان تقدر تزور قناتنا على اليوتيوب حياتك في قصة، تشاهد وتحمل كل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة بعنوان تنقذ جارتها من الانتحار فتنقذ حياة أسرة. وهذه القصة المباركة حكاها وكتبها خادم الرب القمص تدرس ملطي. أبونا تدرس ملطي كتب مجموعة كبيرة من القصص في مجموعة من الكتب. أنا بشجعك أنك تقرأ هذه الكتب اللي أغلبها اختبارات حصلت معاه. وفي هذه القصة كان بيحكي عن شابة اسمها سارة، وسارة كان معاها أولاد ولكنها كانت خلاص وصلت لآخرها، وكان الشيطان ملاها أن محدش بيحبها. قال في مرارة كانت سارة تسير بخطوات هستيرية تخرج من حجرة إلى أخرى وهي تقول لا يمكن أن تكون جهنم أقصى مما أنا فيه، لابد أن أموت، فالموت مهما كان عواقبه فيه راحة لي، لقد كرهت حياتي وكرهت زوجي حتى أولادي، لا أريد أن أكون زوجة ولا أريد أن أكون أم، لست خدامة أقضي أغلب النهار في تجهيز الطعام وغسل الأطباق ونظافة البيت، لست عبدة، لا مفر لي إلا الانتحار. أمسكت سارة بالموس وعلشان تضرب بكل عنف معصمها يدها علشان تنتحر بأنها تقطع الشرايين. وفي اللحظة اللي هي بتحط فيه الموس وبتنتحر رن جرس التليفون وقالت ايه ده، مين بيتصل بيا؟ لن أجيب، فإنها لا يوجد من يحبني، ليس من يشاركني مشاعري ويدرك ما في أعماقي، ليس من يجيب أسئلتي. فقالت ما ردش على التليفون، صمت التليفون ومرة تاني بتنتحر رن التليفون ولم يتوقف، فتسمرت عيناها على التليفون وهي تفكر ترى من يكون هذا، أبي أو أمي اللي فرحوا بميلادي وجابوني في الحياة العذاب دي، ولا زوجي اللي افتقد كل حيوية ولا حفلات ولا رحلات كما كنا في بداية زواجنا، أنا لا أطيق أن أراه أو ألمس يده، ولا عيالي ولا أصدقائي، ما فيش حد بيحبني. وبعد كده وهي بتفكر راحت رافعة السماعة وقالت ألو، ردت عليها واحدة بتقول لها أيوة يا سارة، قالت لها أنت مين؟ قالت لها أنا إنسانة بتحبك، قالت لها ما فيش حد بيحبني، قالت لها لا أنا بحبك ويوجد شخص يحبك أكثر مني، قالت لها مين أنت؟ قالت لها أنا جارتك، أنت ما تعرفنيش بالاسم، مفيش علاقة بيا، بس أنا ساكنة قدامك على طول، لكن شفتك النهاردة في البلكونة وكنت كئيبة جدا جدا، وأنا بصلي صوت المسيح قال لي إني أكلمك، خلي بالك وأقول لك إن المسيح بيحبك. فقالت لها عايزة إيه؟ قالت لها عايزة أقول لك إن المسيح بيحبك. قالت لها بيحبني إزاي؟ قالت لها إزاي؟ وبعد تشكيلها مشاكلها، أنا زوجي ما بيحبنيش، عيالي ما بحبهمش، أبويا أمي ما بحبهمش. قالت لها أيوة أنا عندي دليل إن المسيح بيحبك. وبعدين بدأت تكلمها عن الرب يسوع المسيح، وزارتها دقائق قليلة وصلت معاها، مشيت الجارة وركعت سارة سلمت نفسها للرب يسوع المسيح وقالت له يا رب يسوع
أنت الهدف اللي أنا هعيش له كل أيام حياتي. لو اشتدت تجارب أضعاف مضاعفة لن أتركك. أسكن في حياتي ولتستلم قيادة أسرتي. شعر السارة أن كل شيء تغير في حياتها في الحال. تغيرت نظرتها إلى الله وتغيرت نظرتها إلى الكل. جاء طفلها من المدرسة فاستقبلتهم بفرح شديد وكأن أول مرة تشوفهم، وبدأت الدموع تنهمر من عينيها وتقول في نفسها يا أول مرة أحب أولادي بالشكل ده. وبعدين سمعت صوت المفتاح الباب ولقيت جوزها فحضنته وقالت له سأعوضك أنت والطفلين كل السنين اللي مضت. على فكرة أنا بعتت لك جواب على الشغل أني أنا هتيجي تلاقيني جثة ميتة وأن أنا بكرهك، لكن سامحني هتتلقى الجواب بكرة ولا بعده. وحكيت له إزاي جارتها كلمتها على المسيح وإزاي اتغيرت حياتها بمجرد ركعة واحدة، والزوج صار للمسيح والولاد بقوا للمسيح وتحول البيت كنيسة، ربحت باباها وربحت مامتها وربحت الجميع. تنقذ جارتها من الانتحار وتنقذ أسرة بأكملها حينما أطاعت المسيح اللي قال لها اتصلي بجارتك وقولي لها إن أنا بحبك. سأستكمل هذه القصة الرائعة مع ترنيمة بعد ترنيمة ولا أروع من تأليف وتلحين وترنيم أخوي الحبيب المرنم يوسف صمويل. ابقى معي إلى معك. هربان وماشي مجروح من كل أهلي وناسي، في يأسي كنت هربان وماشي مجروح من كل أهلي وناسي، ببحث عن حضن آمن بعيد عن الأماكن اللي انت فيها ساكن، ملجأ فيها أحتمي، فجأة لقيتني ضايع ما بين أعدائي واقع، لقيتك انت رائع فحضنك خدني، فجأة لقيتني ضايع ما بين أعدائي واقع، لقيتك انت رائع، لقيتك انت رائع، لقيتك انت رائع، فحضنك خدني. وده احلى ما في الحكاية انك يا رب معايا، بتنور لي دنيايا يا فرحتي يا هدايا، وده احلى ما في الحكاية انك يا رب معايا، بتنور لي دنيايا يا فرحتي يا هنايا، بتنور لي طريقي وتبقى لي صديقي، وبعد للدموعي تبقى لي انت البداية، بتنور لي طريقي وتبقى لي صديقي، وبعد للدموعي تبقى لي انت البداية. صحرا طويلة والدمع بعيوني غزيرة، ومشيت في وسط صحرا طويلة والدمع بعيوني غزيرة، لا ظل ولا مية ولا فيها راحة شوية، لكن شمسها حرقة ورمالها بتشويني، وجبل من كل ناحية والعدو ما عنده رحمة، لكنك جيت بنعمة وبقوة نشلتني، وجبل من كل ناحية والعدو ما عنده رحمة، لكنك جيت بنعمة، لكنك جيت بنعمة، لكنك جيت بنعمة وبقوة نشلتني. أحلى ما في الحكاية إنك يا رب معايا، بتنور لي دنيايا يا فرحتي يا هدايا، وده أحلى ما في الحكاية إنك يا رب معايا، معايا تنور
تنور لي طريقي وتبقى لي صديقي وبعد للدموعي تبقى لي انت البداية. تنور لي طريقي وتبقى لي صديقي وبعد للدموعي تبقى لي انت البداية. حبك لي أعظم حماية وحبك يا إلهي كفاية. حبك لي أعظم حماية وحبك يا حبيبي كفاية. برعيتك بتحوطني وعيونك بتلاحظني وما هنش عليك تسيبني أغرق في خطيتي وابعد عنك ثواني واروح لحد تاني. لكن قلبك نداني ورد لي فرحتي وابعد عنك ثواني واروح لحد تاني. لكن شخصك لقاني لكن قلبك نداني لكن قلبك نداني ورد لفرحتي. وده أحلى ما في الحكاية إنك يا رب معايا معايا. تنور لي دنيايا يا فرحتي يا هنايا. وده أحلى ما في الحكاية إنك يا رب معايا معايا. تنور لي دنيايا يا فرحتي يا هنايا. بتنور لي طريقي وتبقى لي صديقي وبعد للدموعي تبقى لي انت البداية. بتنور لي طريقي وتبقى لي صديقي وبعد للدموعي تبقى لي انت البداية. كانت ترنيمة أحلى ما في الحكاية، ترنيمة جميلة ألفها ولحنها ورنمها لينا أخونا المرنم الجميل يوسف صمويل في قصتنا النهاردة اللي حكاها وكتبها القمص يعقوب تدرس ملطي في كتاباته عن القصص القصيرة. وهو يتحدث عن سارة، سارة الشابة اللي معاها طفلين واللي فكرت في الانتحار وبتدوس على بلموس تجرح نفسها تذبح نفسها. التليفون رن، قالت لا محدش بيحبني. تاني التليفون رن، ردت مين انت؟ قالت لا انا واحدة بتحبك. قالت مفيش حد بيحبني. انت مين؟ قالت لا انا جارتك شفتك في البلكونة مكتئبة. في ايه؟ عايزة اقولك ان وانا بصلي لاجلك واحد بيحبك. مفيش حد بيحبني. قالت لا لا يسوع المسيح بيحبك. وجاتها وقالت لها من الانجيل وركعت سارة وحياتها اتغيرت في الحال يا أخي. كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت. لما ولدينا جم خبطوا استقبلتهم وكأني أول مرة تحب. إيه ده؟ هذا ما كتبه أبونا يعقوب تدرس ملطي. لما جوزها جه حضنته وقالت له عايش معاك مخلصة طول العمر، ما تزعلش مني هيوصل لك بعد يومين الجواب اللي بعته لك إن أنا انتحرت. إيه؟ حكيت له القصة. طب وإيه اللي غيرك؟ اللي غيرتني آية من الكتاب المقدس، قصة رائعة. وعايز أشاركك في هذه القصة في ثلاث كلمات سريعة. الكلمة الأولى بقولها لكل شخص مسيحي حقيقي، اشهد للبعيد والجار، اشهد للجميع. والكلمة الثانية كلمنا عنها كتير في حلقات سابقة، الشيطان وخدعة الانتحار. بس من كتر القصص يعني هنعمل ايه؟ ثم أخيرا محبة أقوى من النار. مين بيحبني؟ قالت لها واحد واحد. ما فيش حد. لا في واحد بيحبك وعندي الدليل. إيه الدليل؟ الدليل قال المسيح ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. اشهد للبعيد والجار بشكل خاص الجار. قال المسيح ستنالون قوة، أعمال الرسل عدد واحد وعدد أصحاح واحد وعدد ثمانية، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم.
وتكونون لي شهودا في أورشليم. كل اليهودية السامرة إلى أقصى الأرض. عارف لما تكون جنب ترعة أو نهر وترمي كده حتة حجر تلاقي بتعمل دوائر كده. فالرب يسوع أمر إن الأول نشهد في أورشليم بيتك وقرايبك وجيرانك، بعدين اليهودية المنطقة الأوسع، ثم السامرة أوسع، ثم كل الأرض. دينا الرب نعمة علشان نكون شهود. حلوة هذه الجارة، تتمنى من أبونا يعقوب تدرس ملطي يكتب لنا اسم الجارة، لكن حتى هو ما كتبش الاسم الكامل. دي في القصة الحقية هي سارة مين احتراما للخصوصية، ربنا يكافئ قدسه. لكن الـ 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 الفكرة جميلة، بصت من البلكونة لقيتها مكتئبة، ما قالتش أحسن، تلاقيها متخانقة مع جوزها تستاهل، لا 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 لا، دخلت تصلي لأجلها. يا رب جارتي كئيبة، يا رب الدنيا صعبة، أنا ما أعرفش عندها إيه. صوت الروح القدس قال لها اتصلي بيها في التليفون. اتصلت بيها في التليفون في اللحظة اللي هي بتنتحر. عايز أقول لك كثيرا في خدمتي ممرات استدعوني علشان أروح أصلي مع حد أو أزور حد يشهد ربنا. في إحدى القرى في صعيد مصر جاني قال لي أبويا عايز يشوفك وعايزك بالاسم. أنا عارفك ما تزعلوا مني جدا، بس قلت له حاضر هاجي لك الصبح، كنت جاي من سفر طويل. قال لي لا ده هو عايزك دلوقتي. قلت له ما أقدرش، هاجي لك الصبح الساعة 9. رحت الساعة 9 الصبح لقيت عاملين صوان في الشارع. قال لي مش قلت لك تيجي امبارح؟ أبويا مات بعد ما جيت لك بثلاث ساعات. زعلت، يعني زعلت بصراحة من نفسي. في جار ليك يمكن هينتحر أو هيموت أو في ظرف، صلي لأجل جيرانك، اشهد ليهم، قابلهم بابتسامة. كل ما تتاح لك فرصة اعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان كما هو مكتوب في رسالة غلاطية، اشهد للبعيد والجار. ثم الشيطان وخدعة الانتحار. خدعة رغم انها تافهة. حتى هي سارة بتقول ايه في الكلام اللي كتب ابونا يعقوب تدرس ملطي، 100% الجحيم، قال هي بتقول لنفسها الجحيم مش هتكون امر من اللي انا فيه. يا سلام يا سلام، ده البحيرة المتقدة بالنار والكبريت فيها درجات حرارة لا يمكن أن تطاق، فيها ضلمة، فيها نار، فيها كبريت. الكلام ده قاله المسيح على فكرة. المسيح هو تقول لي ده إله كل نعمة، صح، المسيح جاء مملوء نعمته حقا. 33% من الكلام اللي قاله المسيح بيوصف فيها الجحيم رهيبة، تقتل نفسك. إبليس لو قلت في حلقات سابقة وهقول في دي وفي اللي جاي، لو خطرت على بالك الشيطان حط في مخك فكرة الانتحار مرة، خدها بجد. او لو سمعت عيالك بيحكوا او اخواتك خدها وصلي لاجلهم. يا رب القتال، القتال ابليس اللي دخل في قايين وخلاه يقتل هابيل، واللي دخل في يهوذا سمعان الاسخريوطي وخلاه يشنق نفسه، بيخليني عايزني انتحر او عايز ولادي. صلي صلي.